من ساحل العاج جاء إلينا إبراهيم بلسان عربي فصيح حافظا ومرتلا للقرآن هو وإخوته الستة، حيث حقق أعلى المراتب في المسابقات الدولية، والحلم أن يتخصص بالعلوم القرآنية لينال شرف خدمة كتاب الله. عن فئة الأطفال من ساحل العاج إبراهيم سو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا و
ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله عليك. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وحيا الله المتسابق إبراهيم سو من ساحل العاج. شكرا جزيلا لكم على هذه التلاوة، وفضيلة الشيخ عمر، رأيكم بما قدم المتسابق إبراهيم سو؟ ما شاء الله كنت رائعا وأديت أداء جميلا، وذكرتنا بالتلاوات في إفريقيا وما أدراك ما كوت ديفوار والتي تنتشر فيها المدارس القرآنية، ولله الحمد، ونسأل الله أن تنتشر في كل البلاد وفي كل العالم، لأن هذا القرآن للعالمين جميعا. فقد أحسنت الأداء، ولكن بعض الهينات فقط التي ربما ستزيدك إن شاء الله إتقانا لتلاوتك مستقبلا، من بينها انتبه لي إذا جاور مفخما منسفلا أو منسفلا مفخما، فينبغي تخليص الحروف من بعضها البعض وتؤتي كل حرف حقه، يعني من التفخيم والترقيق. وكذلك من الملاحظات انتبه إلى المد العوض عن التنوين المنصوب، فهنا تتابع المد العوض عن التنوين المنصوب فزدت عن الحركتين ربما للنغمة ولا إتمام النغمة، ولكن في العموم كانت تلاوتك جميلة ورائعة وكانت متوازنة. بارك الله فيك وشكر الله تلاوتك. سيد كريم موسوي، بداية كم تقدر عمر المتسابق وما هو رأيك بالأداء؟ أنا أقول 17 18. نعم. خامة صوتية أفريقية أصيلة ممزوجة بنور القرآن. ما شاء الله. أي والله. يعني تسمع صوت وأنت تسمع صوت أفريقي أصيل يقرأ القرآن. انتقالات سليمة بين المقامات، اختيار سليم للمقامات وللطبقات الصوتية، وإحساس راقي وعالي. الله يحفظك إن شاء الله. الله يبارك. في إفريقيا خامات صوتية جميلة جدا. أيه. خامات شاء الله. رائعة جدا في إفريقيا. سمعنا صوت أفريقي. قوة في الصوت وفي النبرة وأحدة، ما شاء الله. شيخ محمد عصفور، لكم الكلمة. حيا الله الأخ الكريم أخونا إبراهيم سو. صراحة يعني لا نستطيع أن نزيد على الإخوة، ما شاء الله يعني أفاضوا وأجادوا، ولا أملك إلا أن أدعو له بدوام هذه النعمة ودوام التوفيق والتأهل للمرحلة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. السيد حسنيا الحلو. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. الله، أحسنتم سيدي. الله عليكم جميعا. أسأل الله لكم. نعم. عمره 15 سنة حسب الجواز اللي تأكدنا من عده، ولكن أدى أداء الكبار. أيوة حقيقة الله. يعني أي أيوة والله، نغما وصوتا، وهي هذه الفترة فترة البلوغ، لازم يكون صوته محدود ومتعب، لكن استطاع أن يؤدي بالإمكانية اللي عنده كلها أداها. عرف إمكانياته بالضبط. يعني هو بعد ما تنتهي فترة البلوغ بالكامل وتنتقل إلى مرحلة الأوتار الصوتية الرجالية، راح نسمع منه إن شاء الله تعالى أداء غير هذا الأداء، مضاعف إن شاء الله. نعم إن شاء الله. أستاذ عماد، لكم الكلمة. ما شاء الله، الله يعطيك العافية. بس بدي أسألك سؤال، هو حافظ؟ نعم، هو أيضاً حافظ، حفاظ من الحفاظ. ما شاء الله، ويتكلم تتكلم العربية بطلاقة. نعم ما شاء الله. من عمرك كم لما كنت ترتل القرآن؟ بدأت منذ الصغر. منذ الصغر. كان صوتك رفيع يعني، ما فرخة يعني. كان صوتك ناعم رفيع. رفيع.
أكيد كان لما كان طفل صوته رفيع. لأنه كنت عم تحاول تجيب الجوابات وما عم يطلع معك بمرحلة البلوغ، فلا تخاف إن شاء الله الأمور ترجع بترجع وأفضل من الأول إن شاء الله. إن شاء الله. الشيخ باسم العابدي تفضل. نعم، أنت لازلت في 15 من عمرك، إن شاء الله لك مستقبل زاهر وجيد. نستمع إليك بتلاوات قيمة ومفرحة ومبهجة، وأنت مبهج ولطيف. أسأل الله لكم التوفيق. يا إبراهيم بتراتيلكم أضاء الأنس كل زوايانا، فأجزاكم الله عنا كل خير. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا. تفضل.